خلص انت اجراءات التنازل لحد المأذون ما يخلص اجراءات الطلاق. الورق كله جاهز، ناقص بس امضي مدام مريم. ابتدي يا عم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي وراي. اني ابرأتك يا زوجي من مؤخر صداقي ونفقت عدتي ومتعتي حتى تنتهي شرعا. ارمي اليمين يا استاذ وامضي لهنا. راح فين يا ابني؟ فين يا ابني؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل. تعالى يا ابني هنا. في ايه يا ابني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني يا ابني بقول لك ايه؟ مفيش اجراءات تنازل غير بعد ما يخلص الطلاق. ها اتفضل خد ورقك ومع السلامه. اتفضل.